ستنال ما تستحقه. أيها الحرس، عار عليك يا شرير. يا حرس، اطلبوا الشرطة. عار عليك أيها الشرير. أيها الحرس، اطلبوا الشرطة. فتية أقوياء ومقاتلون. استدعوا الحراس، إنه هو المطلوب للعدالة. إنه النظام. أيها الحرس، عاقب. ماذا؟ لن يطول الأمر. ما الذي؟ لن تضيع مني المرة المقبلة. سحقا. Thank you.
إنه أمين الكتب. إنه ميت، لكنه كتب منسخ بدمه. ترى ثمة شيء في يده، قماش. إنه ممزق من ثوب امرأة، لكن لمن يعود؟ حرائق غريبة وأمين ميت، شيء مروع. يجب أن أسرع. المصطلحات التي أجريتها على حسابات أبي معشر. الأفضل أن أبقى مستكراً. أيها الناس، يرجى العلم بأن هناك ازدحاماً كبيراً عند باب الشام على جميع المسافرين والتجار أن يتوقعوا تأثيراً كبيراً. الأفضل التواري عن الأنظار. ما رأيك في سماع لحن حماسي؟ انصرف بعيداً. امضي بعيداً. يستحسن أن أبقى متيقظاً. جهزوا السجين بناء على أوامري زهرة. سجين هنا، قد يكون المفتاح لدى ذلك الحارس. كن رحيما، الرجل لم يأكل جيدا منذ أيام. لدينا أوامر، لا يسمح بدخول. توقف يا هذا. ما الذي Thank you.
تحفظ جيدا حالما اقتلع عينيك من مقلتيك. ماذا؟ انزل. ذلك مؤلم. هل تعب؟ أمسكت بك. أنا أحذرك. على رسلي. لن تغلب الكتب عليك سوى الأسى كما قالت أمي. انخرط في الأعمال التجارية، ادخل على المتجر. كن سعيدا، كم كانت محبطة لو أنني استمعت إليها. لا تقتلني أرجوك، امنحني مزيدا من الوقت. لقد فككت شفرته تقريبا. لا تقلق، لست هنا لقتلك. ما الذي تحاول فك شفرته؟ الكتاب. قلت لها إنني لن أستطيع، هذه ليست لغة أنا أعرفها، لكنها لم تمنحني خيارا. من؟ امرأة تدعى زهرة، إحدى العالمات هنا. ما هذا الكتاب؟ ما اسمه؟ لا أعرف سوى أنه مكتوب في مخطوطة لا تشبه أي مخطوطة أخرى، وقد رأيت المئات. حسب كلام زهرة إنه قطعة أو بقايا أثرية أكثر من كونه كتابا. لقد كذبت بشأن تقدم المحرز حتى لا يقتلوني. لا أستطيع قراءة كلمة واحدة، لا أستطيع حتى الجزم بأنها لغة. أين عاثر على زهرة؟ لا أعرف، قد تكون بأي مكان في المدينة. إنني أريد العودة إلى الديار فحسب. حسناً، اذهب إلى مكان آمن قبل رجوع الحراس. لابد من وجود ما يساعدني هنا. يشعرني هذا الكتاب بعدم ارتياح، سأتركه هنا. خطاب التنظيم يذكر عريب، إشارة بريئة أم شيء أكثر إذانا بالسوء؟ يحدد هذا الخطاب مكان أملاك العالمة زهرة. زيارة أملاك زهرة ومعرفة مدى تورطها في التنظيم. هذه الآلة العجيبة، لقد رأيت مثلها في ورشة أحمد.
أرجوك ويحك أريد أنت أحد أتفهم ذلك بانك تراجع لماذا أنا دائم تفسيك يا ممزر أملاك زهرة لكن لا أحد في البيت الآن فرصتي المناسبة لتفتيش مكانها أسلحة خشبية ودمى تدريب يبدو أن عالمتنا تستخدم القلم والسيف على حد سواء
هناك أحد أعضاء الثعابين، علي تقصي الأمر. شعر آخر من تأليف عريب تحظى بشعبية جيدة ضمن أوساط معينة بالتأكيد. زهرة مرتبطة بالتنظيم حتما، إلى جانب شخص ما يدعى الربيسو. عرفت كل ما بوسعي، من الأفضل أن أصعد إلى منطقة مرتفعة وأستعد، قد تعود زهرة في أي وقت. أيها الخدم، أعدوا كأساً من عصير التمر على الثلج، وقدموه مع صحن من الخبز المعسول والرمان، ثم حضروا أملاح الاستحمام، فأنا منهكة تماماً. الجنة حيث تجدينها. لا يزال ذلك العجوز الأحمق يعبث بقرصه القديم ومرضاه العاجزين. هراء! طبعاً سيدتي، الإجابات الحقيقية توجد في الكتب، دائماً في الكتب. ألست محقة؟ دائماً سيدتي. عند الانتهاء من ترجمة ذلك الكتاب سنرى حينها من الرئيس الحقيقي للتنظيم. كما تشائين سيدتي.
علمت زهرة أن من شأن ذلك الكتاب الغريب تسيير عملهم العظيم. من حسن الحظ أن حنين لم يستطع ترجمة أي كلام. سأموت الآن. لقد رأيتم. لا أشكل خطرا. لا على قريبي هذا. علي أن أبقلك درسا. ظنت زهرة أن من شأن ذلك الكتاب الغريب تسيير عملهم العظيم. من حسن الحظ أن حنين لم يستطع ترجمة أي كلمة. علي العودة إلى الرفيق. باسم انضم إلي على السطح. فلتصحبك السلامة في رحلتك. باسم كنت أعرف أنه أنت. ليس لديك وحدك أعين ترى من بعيد. إذن يا تبت، هل ملأت الشوارع بالأعين والجواسيس؟ هكذا حياة الرفيق. لولا معرفتي أين كنا سنصير؟ المعرفة أداة، سلاح يمكن استخدامها في الخير أو الشر، والتنظيم يستخدمها في الشر حقا. ماذا عرفت؟ الفساد مستشر جدا داخل بيت الحكمة. إنهم يستخدمون كتابا قديما ليبنوا جهازا خبيثا. لقد سمعت شائعات عن هذه البدعة الكفرية، يطلقون عليها العمل العظيم. يجري التنظيم تجارب على الناس، تجارب قاتلة. لقد ردعتهم بشكل مؤقت، لكن شخصا يدعى الرابيس يدير الأمور في بيت الحكمة. ألديك فكرة عمن قد تكون شخصية رابيس هذا؟ إنني أشتبه في العالم الكبير فاضل فهيم. ذلك العجوز الواهن؟ الأدلة التي جمعتها تخبرني بذلك. ربما سيقيم بيت الحكمة ندوة كبيرة قريبا، اجتماع غير رسمي للعلماء، درس، مرطبات، لغو، حتى إن العظيمة عريب ستحضر. اذهب تجسس على هذا المدعو فاضل بحذر، لكن لا تشهر نصلك في الندوة، لا نريد أن نكشف أمرنا بعد. لكن إذا كان فاضل مذنبا وبمفرده فحينها كالأفعى السام عليك لدغه، لكنك لابد أن تكون متأكدا. قبل أن أتصرف سأكون متأكدا.